ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. اللي مشتركش في القناة انزل بسرعة اشترك فيها وانضم لعيلتنا عيلة ماما نونا، وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبتك القصة ادعمنا بلايك عشان نقدر نكمل معاكم. قصتنا النهاردة بعنوان سجان الصعيد، يلا بينا بسرعة نتابع احداثها مع بعض. انصدم الجميع من كلام الطبيب فتحدث عامر بحدة، يعني ايه هي تفضل كده؟ اكيد في علاج، مستحيل يكون مفيش علاج. الطبيب، في علاج طبيعي بس ده هياخد وقت طويل وهنبدأ فيه، بس اهم حاجة الحالة النفسية. بعد اذنكم. ذهب الطبيب فصرخ عامر على سليم وتحدث بغضب شديد، تجيبولي افنان دي من تحت الارض، هي دلوقتي متهمة، مفهوم ولا لا؟ سليم بحزن، مفهوم. ألقى عامر كلماته ودخل إلى غرفة والدته فوجدها نائمة وحالتها سيئة جدا، فخرج من الغرفة وظل في مديرية الأمن طوال اليوم، وفي المساء ذهب إلى بيته ودخل غرفة والدته ليطمئن عليها فوجدها ما زالت نائمة، ثم دخل إلى غرفته فوجد نورسين تنتظره فتحدث، صاحي لحد دلوقتي ليه؟ نورسين بسعادة، عندي لك خبر حلو قوي. عامر بعدم اهتمام، ايه هو؟ انا حامل يا عامر. عامر بصدمة، بجد انت حامل؟ طب احلفي. نورسين بابتسامة، انا حامل والله. ركض عامر تجاه نورسين واحتضنها بقوة ثم تحدث بسعادة، ده احسن خبر في حياتي، يعني انا هبقى اب وهيجي لي ابن صغير العب معاه. نورسين بتذمر، او بنت مثلا، انت عايز ولد بس يعني؟ عامر بضحك، بنت او ولد اي حاجة، المهم ابقى اب، ده احسن خبر في حياتي كلها. نورسين، بجد انت مبسوط يا عامر؟ انا اسعد انسان في العالم كله دلوقتي. بصي، مش عايزك تعملي حاجة من دلوقتي ولا تشيلي حاجة، مفهوم؟ نورسين بضحك، مفهوم يا سيادة المقدم. وفي مكان اخر وبالتحديد عند افنان، كانت جالسة على الكرسي وبيديها جهاز صاعق كهربائي وامامها هدى وهي مقيدة بالاحبال، فتحدثت هدى بسخرية، واه مش تقولي يا افنان انك بقيتي شيخة المجرمين، بس فاكرة كده اني اخاف منك؟ والله خسارة فيكي لقب الصاوي يا بنت الصاوي. افنان بعصبية، الزم حدودك يا هدى، انا مش عايز اقتلك، خلينا حلوين مع بعض علشان نتفاهم. مستحيل اتفاهم مع واحدة زيك، مجرمة وخاينة وغدارة وما عندهاش دم وغبية، واحدة خانت أخوها وأهلها، أنا أتفهم معها إزاي؟ أفنان بغضب، هم اللي قتلوا حبيبي ولازم أنتقم منهم كلهم، هخلص على أي حد بعدني عن حبيبي، سليم وعامر ونورسين وإنتي. هدى بعصبية، غبية، نورسين مالها؟ هي عملت لك إيه؟ دي أكتر واحدة ساعدتك وبتقولي عايزة تنتقمي منها؟ والله حرام عليكي، كفاية اللي عملوا الوسخ اللي بتساعديه فيها. نظرت أفنان إلى هدى بعصبية ثم اقتربت منها ووضعت الصاعق على جسدها، فانتفضت هدى من شدة الضربة وفقدت وعيها، فتحدثت إلى الحارس وطلبت منه أن تبقى هدى في هذه الغرفة، ثم ذهبت إلى غرفة أخرى واقتربت من الغول وتحدثت بابتسامة، ما تخافش يا بابا، كل حاجة تمام. الغول بابتسامة، ربنا يخليك يا أفنان، انت مكان زين وبنتي عندي، مش عايزك تسيبي حد فيهم مرتاح، مش هخلي حد فيهم يعيش مرتاح، صدقني يا بوي. ابتسم الغول لأفنان ابتسامة رضا. وفي اليوم التالي كان عامر يباشر بعض أعماله حتى دخل العسكري وأخبره أن أحدا ما يريد مقابلته،
فأذن له بالدخول، وعندما دخل نهض عامر وتحدث بابتسامة: أهلا يا عمي، اتفضل. محروس والد نورسين: عايزك يا ابني في موضوع مهم. اتفضل يا عمي. خير؟ محروس بقلق: هدى بنتي بعتت لي رسالة مبارح على التليفون، وقالت لي ان عندها مشكلة في الشغل وحتسافر القاهرة، وانا بحاول اتصل بيها من مبارح مش بترد، وانا خايف عليها قوي يا ولدي. ما تخافش يا عمي، انا هدور عليها واعرف مكانها فين، وان شاء الله خير. ممكن يكون تليفونها مقفول عادي او فصل شحن. محروس بخوف: يا رب يا ابني، ربنا يستر يا رب. خرج محروس من المكتب، فاتصل عامر بسليم وطلب منه أن يتتبع إشارة الهاتف ويبحث عن هدى في كل مكان. أما عند الطبيبة كانت تجلس نورسين أمامها وعلى وجهها علامات الحزن، فتحدثت الطبيبة بدي: أنا قلت لك الحقيقة، لازم تنزلي يا نورسين. نورسين بدموع: ما قدرش يا حكيمة، اللي في بطني ده أملي الوحيد علشان عامر يتغير، ما قدرش أنزله، ده روحي وجزء من عامر، أنا كنت بحلم باليوم ده من زمان. بس لازم ينزل يا نورسين، حالتك هتبقى في خطر كبير، وممكن لا قدر الله تفقدي حياتك، الجنين يتعوض، لكن أنت ما تتعوضيش يا بنتي، أنا خايفة عليكي والله. نورسين ببكاء: لا، ما قدرش أنزله، أرجوك يا حكيمة، شوفي حل، ما قدرش أنزله حتى لو هموت. الطبيبة بدي: هديكي علاج، لازم تنتظمي عليه وربنا يستر، بس أنا حذرتك، حياتك هتبقى في خطر. نورسين بدموع: سيبيها على الله يا حكيمة. كتبت الطبيبة لنورسين بعض الأدوية وطلبت منها أن ترتاح جيدا ولا تتحرك. وفي المساء وصل عامر إلى المنزل ودخل إلى غرفة سليم، فوجده يشرب سيجارة وأمامه سجائر كثيرة، فتحدث بعصبية: يعني كده هتنسى يا حضرة الرائد؟ سليم بحزن: أنا بحبها، حبيت أختك من أول لحظة شفتها فيها، إزاي تعمل كده معانا؟ عامر بدي: سليم فوق وانساها زي ما أنا نسيتها، أفنان دلوقتي مجرمة ومطلوب القبض عليها، مش مرتك ولا أختي، أنا أختي ماتت ومرتك ماتت وخدنا عزاها مع بعض. ما علينا، إشارة تليفون هدى في القاهرة فعلا، بس لما بحثنا عرفنا أنه مسروق وأنه ما طلعتش من الصعيد أصلا. وفي حاجة كمان. عامر بدي: إيه هي؟ جاء سليم ليتحدث، فسمعوا صوت صراخ شديد من الخارج. والحد هنا تكون انتهت حلقتنا، أتمنى تعجبكم، مستنية رأيكم في التعليقات، وما تنساش لو عجبتك تدعمنا بلايك لأنه بيساعدنا جدا وبيشجعنا على الاستمرار. أستودعكم الله، مع السلامة.